الظروف اللي تعيشها البلاد والتحديات اللي موجودة في الساحة الوطنية، ونقدر نزيد نقول لك حتى تركيبة الساحة السياسية، هذا أمر احنا مسؤولين عليه، ماهوش باش نقزم الآخرين ولا نشتم الآخرين. خلانا نمشي في اتجاه مناشدة عبد العزيز بوتفليقة باش يقبل يستمر. احنا قراءتنا تنطلق من حساسية المجتمع، من مسؤوليتنا كعنوان من عناوين الساحة السياسية وقراءتنا للتحديات، وصلنا للخلاصة. قضية مش قضية وقت، قضية نتيجة إن شاء الله. لا استجاب للنداء إن شاء الله، لأن الآن يبقى الأمر أمره هو شخصيا، مع احترامي ووقري ليه. احنا مقتنعين باللي الجزائر ماهيش راح تخسر في استمرار. قد تطرح لي السؤال 25 سنة أو 20 سنة ومازال تقولوا لي كمل 25. أنا أقول لك لو كانت تمشي لعمق الجزائر والله ما تسمع هذا الكلام.